يوسف اتغدى الشباب ويوريهم ما بغيتش ما بغيتوش واحد ما بغيتوش هادشي هي صوت كيديروا النصار وكيحليو النرويشه الاخر باش ما نساو ديك الساعه سيد لقيت نساو بها شنو كان عندنا كان عندنا الموتور كيطفى مع كيطفى مع كيطفى مع 11 الليل وما كنطفى كنصدق ما مفرجينش كاع يوسف قيم غريشي ويضلي غدا سنين تيني اجبار وماشي فرقه ارنتنا لا اجبار فرقه واجبار أطباء وتحية أولا كنشكر الجمعية اللي مكنتنا أننا نكونوا في هذا نعيش معكم في هذا الهواء إلا بغيت نهضر على حياتي كاينين معايا الناس اللي دي تيمونياج هذا الصلاة اللي قراو معنا كاين الأستاذ الويري كاين العمر ومرخصي بوعزامة عاشوا معنا حياة مرة في الريصاني أرفود كاين هادشي تحية جميع دابا ها هما كيبدوا الرسالة ديالهم هنا في هذه الثانوية كنشكرهم بزاف أنا بالنسبة ليا الظهر اللي عندكم أن كاينين هنا الكفاءات اللي كيوجهوكم أما حنا ملي كنا ما كانش شي واحد اللي وجهنا أنا اللي دي ديت ميدسان مي بارفوني أبارتيغ دو شوك عرفتو هادو لاجون كوزا ديال هاد لوشوف هو المزبرة 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 وي المزبرة ضربتني فاش بارو على رجلي عفاك عفاك سيو بلي وكتر قلنا كتر الخاطر عاودت له المزبرة صبرت ضربتني فشمرو جابني الاخ المستوصف هنا وهنا كنوجه التحيه لذاك الممرض اللي عالجني مزيان بيان سواني وثار الاعجاب ديالي ما عمرني قلت لها بروميير فوا كنقولها جو سافي با باسكو هادشي راه كنعاود الاحداث ديال تشيرنوسكي من تما كنقول هذا كيدير واحد عمل نبيل واحد عمل انساني سي الحسن عرفتي شكون هذا السيد الله يرحمه اكزاكتومون تاتي نعم يسنا كتشوف السيره سا دو دغيت اتخ علي بها لان علي بها هو اللي كان الانفيرمي اللي كان ياكل السندويش يمكن غيكون هو علي بها وسيتي كيف كان ديك ستراوردينيغ افيكتيفمون Il a fait un travail de médecin. Il a bien soigné la plaie, quoi qu'il est profond. Je suis ma quête de bas, je suis tiré, là, il a soigné. J'ai subi un gros choc. Maintenant, je vais vous le signer. Maintenant, j'ai tenu l'expression écrite. الرابع كاين ميتيي ايميغيبو اكزيرسي بوركوا اكسبريسيون كي ودرت جي مي ميدسان ودرتها وجبت فيها لا بروميير مون من هنا جي فيكسي لي فالور باش ان الانسان يوصل الفو فيكسي لي فالور ومن هنا هذا المنطلق عجبني هذا الشعار بزاف ماشي الريح اللي جاي ديك Il faut savoir se faire cadrer dans la vie. Les valeurs, lesquelles nous avons ou il y a l'azima, parce que quelqu'un a signé contre nous, donc il signe l'azima.
وقلت دوزيام فالور هادو هما القيم اللي كتخدم بيهم هو التفوق امبوسيبل انك دير مشوار طويل وانت ما كديرش ما كتفكسيش التفوق في حياتك والثالث هو التواضع لانه ما يمكنش العلم يجيك الى انت ما تواضعتيش لان اهل العلم ما غاديش يعطيوك العلم الى انت ما تواضعتيش هذا يعني ان هاد التروا فالور عندي خديتهم حياتي ومشيت بهم وباقي كنتمشى بهم العزيمه التفوق التواضع الحياة ديالنا في ذاك الوقت في السبعينات كانت مزيج بين كتعرفوا ان المنطقة فيها عامل يومي وأعمال البناء والفلاحة إذن كانت مهنتي مزيج بين مهنتين مهنة ديال عامل يومي في الفلاحة إلى جانب الإخوان والآباء وكذلك التمدرس إلى حد أنني ما كنعرفش فين كتوقف أخرى وفين كتبدا الثانية خصني يوميا كندير قدامي أنني غادي نخدم أعمال البناء والفلاحة والتمدرس يوميا نخدم الديات تكر تكيت لأنه فلاحة هذه وهذا الشيء وفيها ماشي أنك يعتبر بأنك أنت كتقرأ وذاك شيء راه خصك تكون بحال العامل اليومي المهني المحترف في ميدانه ونقول لكم أنني درت أعمال الكفراج في تخفيض رضا في الرباط هذاك البناية الكبيرة اللي في من بعد التحقنا درنا الرسالي قرينا في الأجواء الرسالي موراها أرفود من أرفود مشينا لمكناس دوزنا في مكناس يوناني عاد باش نمشي الحلم ديال حياتي اللي هو كلية الطب كلية الطب جبت الدكتوراه ديال الطب العام خضعنا للخدمة المدنية للعمل من بعد عاد تم الولوج إلى أسلاك الوظيفة العمومية في قلعة السرعنة في 2003 حجزت على واحد دبلوم ديال لا سونتي بيبليك كوميسيون سونتي ديفلوبمون لا فاكولتي في ليكول ناسيونال دو سونتي بيبليك فاكولتي دون ريبون كاري في نيس عرفتي يمكن هذا هو البوان كومان لو بوان كومان ما بين الاخوان كاملين انه كياخذ فيراج كيخدم ولكن ما كيوقفوش ان من بعد كيديروا شهادات اخرى كيديروا دبلومات اخرى وكيحاولوا يزيدوا لقدام يمكن هذه هي الخصوصيه ديال ولاد المنطقه انه كيبغي ياخذ الفيراج باش ما يبقاش لا اوه عائلة باش ما يبقاش على العائله et en même temps il continue ses études pour améliorer sa situation il peut être ou فاش قال السي الحسن قبيله يوسف بابا تي فاش هذا عاوتاني مساكن هذو البابايات كيكونوا هما لي شوفو د باتاي كيكون هو الاول وخصو يخبر فوا شحال هذه كيضحيو بالكبير باش الصغار اللي جايين يزيدوا لقدام تحيي لبابا كله من بعد درت ان سيرتيفيكا دو غوفرنونس هوسبيتاليير و دو جيستيون هوسبيتاليير في يوزي
في غالب أنا الفري وراها ديبلوم ديال ليكول دو سونتي بيبليك عربا اوبسيون مانجمنت هوسبيتاليير. من بعد خديت لا سبيسياليتي دو سونتي بيبليك. حاليا انا كنشتغل مسرق جهوي لاعمال التفتيش لوزاره الصحه في جهه بني ملا الخليفه. حديب علاش كنقول هكا؟ كيقول لي واحد المثال يقول جامي دير جامي. راه ممكن بالعزيمه وبالتفوق وبالتواضع، لانه حنا عندنا في الطب الاستاذ ما يمكنش يجلس معاك ويوري لك الا ما شافش فيك التواضع. امبوسيبل. شافك بان انسان تتباهى ما بغيتيش تقرب كيدور 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 وجهه عليك ما يديهاش فيك، كيمشي للناس اللي تواضعوا. سي كي في خصك تواضع تواضع الا بغيتي تحرز على العلم. والتفوق انه كي ان خاص الانسان ملي كدير هاد ليكسيلونس في كوم فالور في حياتك كتجيب لك الصبر، خاصك تصبر عليه وغادي توصل، غادي توصل. امبوسيبل ما توصلش، غادي توصل زعما بامبورت كيل فاسون غادي توصل. وكنتمنى انتم دابا ملي راكم حاليا انكادرين بالكفاءات العلميه هنا انكم تستمدوا منهم وتعرفوا انكم تغتنموا الفرص. واياكم واياكم من اهدار الوقت، راه العدو اللدود هو اهدار الوقت. ما غاديش تفيق وما غاديش تعيق حتى دير 40 عام. هذا يعني فيت اتونسيون للشبكات التواصل الاجتماعي. Allez droit au but, je vous remercie. Merci, merci Sy Hassan. Donc, un ami qui a joué bzaf, il me connaît. Ça n'a qu'à t'aider. Ou un ami qui a joué le haja, il me connaît Khatir, il m'a dit que je suis le bel ou le la. Un ami qui a joué le boulot, il me connaît celui qui n'a pas d'objectif. Ne risque pas de l'atteindre. Et on parlait des objectifs. Alors, on va voir le parabole qui fixer les valeurs. Et on en a parlé un petit peu hier. Il a quand tu es ou ma mochlesh, ma salah. Il a quand tu es ingénieur, ou le chéri, ou quand tu es au blocnat, ou quand tu es au ما صالحش للبلاد وما صالحش لراسك وما صالحش للانسانيه. الا كنتي استاذ وكتهضر الزمن المدرسي ديال التلاميذ والطلبه ما يمكنناش نحترموك. والطلبه والتلاميذ هما المفتش للاستاذ، هما اللي كيقراوه مزيان. كوني هذا غير كان السكانير، لا خدتي سير مفتكر لا خدتي سير نوراونا. لي فالور les valeurs et les valeurs. Il a insisté sur une chose. Dans la réalité, il a dit qu'il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce que c'est? Oui. Il a dit qu'il n'y a pas d'argent. Il a dit qu'il n'y a pas d'argent.